ندوه انطلاق شبكه الميثاق، ميثاق الامم المتحده للمسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات. C'est le réseau PAC mondial Tunisie qui se lance officiellement aujourd'hui. C'est le séminaire de lancement officiel. عن مشاركة تونس في الإعلان في ميثاق دولي للأمم المتحدة. أنا كنت أكدت في الكلمة بتاعي لأحنا مسؤوليتنا جميعا. المسؤولية المجتمعية للمؤسسة إذا ما تكون في كافة القطاعات في كافة المؤسسات. العدد اللي هو معناه 50 مؤسسة غير كافي بالكل، لا يمثل معناه مسؤولية المؤسسة التونسية في الانخراط في الأداء. إحنا قلت الاتكاء معناها مدة طويلة منخرطة، لكن نقصنا أكثر معناها إعلام ومعناها للمبادئ هذه، لأن المؤسسة لما تشتغل في الداخل ولا في الخارج من الفرص بتاعتها عندها لابال هذه معناها المسؤولية المجتمعية المؤسسة بإمكانها تنخرط معناها في ميثاق هذايا، مش تكون هي تعمل تربح لكن تفكر في المحيط اللي داير بها في كل ما هو يهم العامل وكل الناس المهتمين بها واللي موجودين في المحيط بتاعها. أهمية انخراط يعني المؤسسات سواء كانت الخاصة أو الأممية في الشبكة هذه، وشنو نجم نقدموا يعني للمؤسسات في حد ذاتها وللمجموعة؟ شوف اللي احنا معناها نحبوا نحيوا الفكرة اللي المؤسسة تعمل في مكان ما إلا هي عندها ربح صحيح، معناها أصل وجود المؤسسة هي باش تربح. باش تربح باش تكبر باش تزيد تشغل اكثر ترى، لكن في المقابل عندها كيف مسؤوليه مجتمعيه تفكر في المحيط نتاعها، تفكر بطبيعه الحال بخلاف العمل الاجتماعي تقوم به داخل المؤسسه، ولكن من واجبنا نقوم به يعني في كل المناسبات الاجتماعيه تقوم به كل تقريبا المؤسسات. ثم مسؤوليه مجتمعيه يعني في الانفيرونمون اللي دائر بالمؤسسه لازم يكون دوره نتاعنا هذاك متوفر، ويخلينا احنا بينا معناها في مشاركتنا في ميثاق هذايا نزيد في تقدم المؤسسات والمسؤوليه. La responsabilité sociétale d'Orange Tunisie existe depuis le début de l'existence d'Orange Tunisie. Alors ça se manifeste comment? Ça se manifeste par un certain nombre de petites actions qui peuvent paraître insignifiantes les unes et les autres avec le support de l'ensemble du groupe Orange. Je ne vais pas les citer toutes, mais j'ai en tête par exemple ce qu'on avait travaillé avec le ministère des Télécommunications et le ministère de l'éducation nationale sur la mise à disposition d'outils informatiques et d'outils de télécommunication pour les élèves qui puissent utiliser les programmes scolaires pour qu'ils puissent avoir les programmes scolaires sur des outils du 21e siècle. C'est le centre de développement qui a permis de développer des applications informatiques par des étudiants. C'est vraiment c'est le développement l'aide au développement du tourisme avec ce qu'on a pu faire au niveau du musée du Bardot pour les visites du musée du Bardot, sur Orange Passion pour la visite de la Tunisie. C'est vraiment l'utilisation des technologies numériques, ce sur quoi nous sommes effectivement compétents, et l'utilisation de notre savoir-faire, du savoir-faire du groupe Orange, pour développer et pour aider au développement de la société civile. C'est ça la responsabilité sociétale d'entreprise, c'est ça la responsabilité d'une grande entreprise dans un pays comme la Tunisie d'aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose qui va continuer à se développer. الانتظارات اللي موجودة وكانت الانتظارات كبيرة، والهدف من هذا هو معناها نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لإدراج المؤسسة صلب المنظومة التنموية، لأنه المسؤولية المجتمعية للمؤسسات هي الأخذ بالعين الاعتبار للبعد الاقتصادي، هذاك الهدف من أحداث المؤسسة، ولكن المؤسسة ما تراعيش إلا البعد الاقتصادي، من المفروض تراعي البعد الاجتماعي والبعد البيئي، وهذا هما ثلاثة ركائز للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة. اليوم تشوفوا بدون الوضع البيئي اللي وصلنا له في تونس، بدون انخراط المؤسسة في تحسين الوضع البيئي، ظهر الأمور باش تصعب على الحكومة وتصعب على الدولة. وأهم دليل على هذا هو كونه احنا 4 سنين بعد الثورة ما زلنا نعانيو من بعض التأثيرات والمؤثرات السلبية للتلوث وإلا للوضع البيئي. الوضع الاجتماعي نفس الشيء، اليوم لو المؤسسة ما تتلهاش بالوضع الاجتماعي داخل المؤسسة في محيطها الاقتصادي، المؤسسة مصيرها الاندثار
وهذوما ثلاثة أبعاد الأساسية لضمان ديمومة المؤسسة في تونس. الهدف بتاعها خلق ثورة، لكن عندها التزامات مجتمعية يلزمها تساهم في تحسين ظروف العيش وظروف العمل وتشغيل الناس أكثر. هذايا بالنسبة لنا التزامات، هذه ثورة هي بنفسها نعم ثورة، كانت تنادي بالتشغيل وتنادي بالتوزيع يعني الثروة على كل الجهات، وعدالة يعني اجتماعية وعدالة بين مختلف الجهات وبين مختلف أصناف المجتمع. واليوم احنا قاعدين نبني، ومن خلال عملنا بعد الثورة عملنا دستور، وعندنا اليوم مجلس نواب الشعب، وعندنا حكومة منتخبة من خلق الشعب، ودورنا هو في بناء هذه تونس الجديدة اللي هي تكون تونس الكرامة، تونس المبادئ، مبادئ بمعنى احترام القانون، مبادئ احترام الحقوق والحريات، مبادئ مقاومة الفساد في أي مكان. هالمبادئ هذه هي من استحقاقات الثورة ومن ملتزمات بناء تونس الجديدة. حيث اليوم كان لي شرف أني حضرت على تأسيس أو بناء أو تركيز أول شبكة مؤسسات تونسية، وكان هذا بفضل المعهد التونسي للمؤسسات المسؤولة اجتماعيا، مجتمع المسؤولة المسؤولة المؤسسة المسؤولة المؤسسة المسؤولة والمعهد هذا كان يشرف كذلك فليساهم في بعثه، واليوم هو أول إنجاز هو تحقيق الشبكة. بالمثابة الأممية اليوم اللي خسيت وقت حتى الأسوسياسيون هذه اللي هي من توا عميد هم قاعدين يخدموا بقول الأنسمون تاع اللي خسيت اليوم. اللي خسيت هو الريبريزونتون دو باك مونتال دي ناسيون زوني في تونس، أول انستيتيسيون اللي تكون اليوم ريبريزونتون دو باك مونتال دي ناسيون زوني. احنا اوني اديران باك مونتال دي ناسيون زوني من 2012، وكل عام اوني اوديتي ان طونك اوروج تونس بارابور اشنو اللي نعملو للمجتمع المدني مي للخدمه نتاعنا في الشركه. هذه اليوم ماهيش سي لوبليغاسيون للشركه، الكل باش ندخلو في الميثاق الاجتماعي هذا ونطبقوا العشرة دي كومونتمون تاع الباك مونديال. احنا توا ثلاث سنين اون اي اوديتي بارابور الباك مونديال، اي شاك فوا الاوديت نتاعنا تخرج ساتيسفاكس. اليوم علاش نعاونوا في اللي خسرت؟ على خاطر رينا شنو معناتها وقت تحط استراتيجي دو ريسبونسابيليتي سوسيتال في الشركه، شنو ما اللي بيان فيه للخدمه نتاعك لي بارتي برونون للي ريجون، شنو اللي تنجم تعاون به البلاد. اليوم احنا ماذا بينا شركة الكل يكونوا معنا، انا ان طونك اسما مانجر جو سوي مونك فونداتور، مونك دو كوميتي دو بيلوتاج نتاع لي خسات، اورانج تونس لي مونك فونداتور. احنا اليوم فرحانين البوليتيكا كي ريبريزونت هو لو باترونا اي اديرون على خسات، سي تري امبورتون، سي ان ميساج كي تري فور، على خاطر اليوم كي توت لي زونتربريز اديغ سا المجتمع نتاعنا باش يتبدل برشا. الخدمة في الشركات كلهم اللي كادر اليوم تعرفوا احنا اللي حلينا عملنا في الاتش سي عاملين انشاء ريسور ونعاونوا في اتش سي باش يقريو لي فيتور مانجر على الريسبونسابيلتي سوسيال، خاطر هذوك هما اللي باش يطبقوا في الشركات وقت يخرجوا من اتش سي. دونك اليوم سا رونتر دون نوتر كادر استراتيجي، نعاونوا في الميز ان بلاس دو لابوغاتوار دو ريشيرش في اتش سي، ونعاونوا باش نعاونوا لي خسات احنا ان تونك شركة، مي شركة الكل كيف كيف وقت تدخل لو تي كا معناتها شركة الكل داخلة، لو جي تي تي سي العباسي كيف كيف يدز على هذايا. دونك اليوم اون ا توت لي فورس افيك نو بور افونسي دون سو بيي، بوركوا نو با بروندر يدخل لي قايبي. وما نلقاوش مبادرة أحسن من مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة باش ننخرطوا فيها. منذ سنة دخلنا في نقاش مع الأمم المتحدة وتم الاعتراف بالجمعية نتاعنا اللي هي معهد المسؤولين المجتمعيين للمؤسسات في تونس كممثل للأمم المتحدة في تونس، ولكن زاد كمنشط للشبكة
شبكة المؤسسات المنخرطة في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. اليوم هل أنه الميثاق ذا يحمل برامج واضحة باش تلتزم بها المؤسسات اللي باش تنضوي في معطلب باش؟ فعلا الميثاق هذا يحمل 10 مبادئ أساسية. المبدأ الأول أول المبادئ هذه هي حقوق الإنسان. ما فيش مؤسسة تنخرط في المسؤولية المجتمعية المؤسسات وهي مش محترمة لأبسط حقوق الإنسان. الحق الثاني هو حق شغل وحق في ظروف طيبة في الشغل. المبدأ الثالث هو مقاومة التلوث وضمان بيئة سليمة للأجيال الحاضرة والأجيال القادمة. والمبدأ الأخير هو مقاومة الفساد والرشوة. وهذا يظهر لي بعد الثورة أصبح محور أساسي للعمل الحكومي. الآليات هذه تم تفعيلها بانخراط المؤسسة وبمراقبة المؤسسة سنويا. المؤسسة تخرج تقرير وتكتب تقرير يكون فيه مكتوب مدى احترام المؤسسة للمبادئ هذه ومدى انخراطها في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. يوقع هذا بعثانه للأمين العام للأمم المتحدة شخصيا ويوقع زادة كيف إبرازه في موقع الويب للأمم المتحدة الخاص بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.